بريكزيت ووباء كورونا، تحالف ملعون يهوي ببريطانيا إلى أعمق ركود في تاريخها. ندب غائرة تركها الفيروس على بيانات الاقتصاد البريطاني لن تمسح بسهولة. انكمش إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول من العام الجاري ب 2.2%، ليتبعه انكماش آخر في الربع الثاني بنسبة 20.4%. يقول خبراء الاقتصاد إن انكماشين متتاليين في عام واحد وبهذا الحجم يشكلان وصفة رسمية لركود مؤلم لم يتأخر وزير المالية البريطاني عن إعلانه. أرقام اليوم تؤكد أن هذه أوقات عصيبة، لقد فقد مئات الآلاف من الأشخاص وظائفهم، وللأسف في الأشهر المقبلة سيفقدها آخرون، ويمكنني أن أؤكد للناس أنه لن يترك أحد بدون أمل أو فرصة. ضخت الحكومة ملايير الجنيهات لإنقاذ ملايين الوظائف، لكن ذلك لم يكبح مؤشر البطالة الآخذ في الارتفاع. أكثر من 800,000 شخص خسروا وظائفهم في بريطانيا خلال الموجة الأولى من التسريحات. جوناثان واحد منهم، لم تعد جامعته اللندنية بحاجة إلى محاضراته ودراساته الإفريقية والشرق أوسطية. هذا أسوأ ركود تشهده بريطانيا منذ زمن بعيد. هذا يعني ضحايا أكثر للتسريحات والبطالة، وأنا واحد منهم. هذه كارثة ستقلص من حجم الاقتصاد البريطاني. تراجع الاقتصاد البريطاني بضعفين عن نظيره الأمريكي في وقت تحتاج فيه لندن إلى نمو يعزز موقفها التفاوضي مع الأوروبيين وغيرهم للحصول على تفاهمات تجارية تليق بفترة ما بعد بريكزيت. الركود الاقتصادي الأسوأ في تاريخ بريطانيا منذ قرون بعمر هذا القصر الملكي الذي هجره السياح ومعهم المال. ليس الاقتصاد والناس فحسب، التاريخ والتراث سيدفعان أيضا فاتورة كورونا. صابر أيوب، العربي، لندن.